طيب تبقى في الحارس لا ما يخزن. الشرط الثاني يمر أكثر من نصه، لا تزال النتيجة 2 لصالح الرشدة 1 لصالح طميح. ضاعت ضربة جزاء لفريق طميح في الشوط الأول وضربة جزاء لفريق الرشدة في الشوط الثاني. اللون الأزرق الرشدة، اللون الأبيض طميح. حلوة، هجمة خطيرة، هجمة خطيرة. تمر بسهولة على حارس مرمى طميح. ضربة مرمى صالح فريق طميح. الفريق الأزرق الرشدة، الفريق الأبيض فريق طميح. 2-1 فريق الرشدة 2 طميح 1 حتى الآن. الحكم يغير الكرة. الحكم يغير كرة جديد، لعبت من حارس مرمى طميح، مقطوعة من الرشدة. الآن كرة وسط الملعب. حلوة، هجمة خطيرة، هجمة خطيرة. خطأ، لا نعلم ماذا يحدث في هذه اللحظات. خطأ لصالح فريق خطأ في هذه اللحظات. أنا ملعون لو ما يقع ضربة تماس. هذا مدحك، هذا رقي قراوي. هنا خطأ، ضربة تماس للمنتخب اليمني. أحد اللاعبين فريق طمح على أرضية الملعب. عشان طمح كذا عيدة كاميرا ما نطح الدرب. الزوفة خلو، لا يزال اللاعب ساقط. كان سلامة الله. خطأ، شوف ايش فيه، قال لك الماء ايش فيه. خطأ الآن لصالح فريق الرشدة في مكان خطير وقريب من الشباك على فريق طميح. نبني على شيء طرحها من على الخريطة بعد شيء. ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. خليها جابر، ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات صالح فريق الرشدة. نتيجة 2 للرشدة 1. حلوة حلوة، لا تزال خطيرة، لا تزال مقطوعة من شفاء طميح. مقطوعة ضربك. بدأ بث مباشر، هو بدأ يتغلب. لا روح ورا، ما بث مباشر. اي طفي التلفون الاول، قرا هو بث. انا نقول هب العشب، اي نقول كرة وسط الملعب. اعطوا في راسي. حلو، اللون الأبيض طميح، اللون الأزرق الرشدة. يلا 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 يلا. أجمال صالح الرشدة الآن، لا تزال. يلا 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 يلا. خطأ في هذه اللحظات من الدفاع لصالح فريق الرشدة.
تربح حرة مباشرة مرة ثانية في هذه اللحظات لصالح فريق الرشدة. حلوة يقطعها الدفاع وتطلع ضربة مرمى لصالح فريق طمية. نتيجة 2-1، 2 للرشدة 1 طميح. الشوط الثاني على مقربة من نهايته. هجمة لصالح طميح في هذه اللحظات مقطوعة من الدفاع. حلوة الدفاع يقطعها خارج الملعب. الجمهور واقف على أعصابه في هذه الدقائق. دفاع ما ينقذ الكرة. لا تزال صالح فريق الرشيد الآن. مضغوم الحسم مرت بسلام على حارس مرمى طميح في هذه اللحظات. على حسم انا بعد طلبة ركنية لصالح فريق الرشدة من الجهة الشرقية أو الغربية عفوا. تلعبت مقطوعة من دفاع طميح. لا تزال خطيرة لا تزال خطيرة. واحدة واحدة عكس. حلو هذا هذا كل حارس حارس مرمى يتركها تطلع برا. اثنين واحد، اثنين الرشدة واحد طميح. الشوط الثاني على مقربة من النهاية. ضاعت ضربة جزاء للرشدة الشوط الثاني وضربة جزاء ضاعت على طميح في الشوط الأول. اللون الأزرق فريق الرشدة، اللون الأبيض فريق طميح على أرضية ملعب بيت الشنفي. حارس مرمى الرشدة يمسكها. هجمات الرشدة في هذا الشوط أكثر وأخطر. هجمات الشوط الأول كانت لطميح أكثر وأخطر أيضا. خطأ صالح فريق الرشدة من منتصف الملعب تقريبا. ضربة حرة مباشرة. حلوة تابع الجاد. حلو مرت بسلام يقطعها الدفاع. حلو ضربة تناس صالح طريق الرشدة في هذه اللحظات قريبة من الشباك.
تعود ركنية. لا يزال الضغط على فريق طميح في هذه اللحظات. أهلا هو أنا رارك ركنية. يلا علي. ارقد. يلا ركن الزاوية. المنتخب الرشيدي إن شاء الله الهدف الثالث يعودها. الله تسديدة من خلف الشباك. تهز الشباك من الخلف. خلف الشباك. يلا لأنه حرك قشاش. يلا يا لأنه يضم. خطأ تنقل صالح فريق طميح. كرة وسط الملعب. تطلع رمية تناس. رمية تناس صالح فريق طميح. خطأ آخر صالح فريق طميح من وسط الملعب. تلعبت. يقطعها دفاع رشدة. هجمة عكسية. هجمة عكسية. قتال على الكورة. قتال على الكورة. هجمة خطيرة. ويسجل الهدف الثالث المباغت. ويسجل الهدف الثالث المباغت من الهدف الثالث لصالح فريق الرشدة. 3-1. 3-1. لعبت كرة. لو يصبح ليش قلنا لو الرشادة لو ندي هدف عبد الله يسلم. خطأ لصالح فريق طميح من وسط الملعب. 3-1 لصالح فريق الرشادة. خطأ لصالح فريق طميح من هذه اللحظة. قطعها دفاع الرشادة. هجمة عكسية. تطلع ضربة تماس لصالح فريق طميح. الهدف الثالث يسجل قبل دقائق لصالح فريق الرشدة. طميح هدف وحيد ضاعت عليه ضربة جزاء. وفريق الرشدة ضاعت عليه ضربة جزاء في هذه المباراة. إذن 3-1 لصالح فريق الرشدة. ما في حكم. كرة ملعوبة خطيرة صالح فريق الرشدة. الرشدة الرشدة ضيعها. ضيع الهدف الرابع وكان من السهولة تسجيله في الشباك. ضاع من هذا اللاعب. 3 لصالح فريق الرشدة. هدف وحيد لصالح فريق طميح في هذا المباراة. لا يزال هناك لاعب مصاب على أرضية الملعب من فريق طميح. يقوم اللاعب. قام فعلا. ثلاثة واحد النتيجة على نهاية الشوط الثاني بين فريق طميح والرشدة. الرشدة 3 أهداف، طميح هدف.
الآن تغيير من فريق تغيير لفريق طميح في هذه اللحظات. تلعبت الكرة دفاع دفاع رشيدة ينقذها الآن. كرة وسط الملعب، أخذ ورد للكرة. قتال شرس من أجل الكرة والاستحواذ عليها من اللاعبين في وسط الملعب. يا سلام واللعبة. لمسة يد لصالح فريق طميح من منطقة قريبة من الشباك للرشدة، خطيرة على حارس الرشدة الآن. قريبة ضربة حرة مباشرة. ينقذها دفاع الرشدة بكل سهولة رأسية. تطلع رمية تماس لطميح، لا تزال لطميح. لعبت، ينقذها الدفاع مرة ثانية ولا تزال خطيرة. ويسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني فريق طميح في هذه اللحظات. هجمات متتالية استمرت بتسجيل هدف. النتيجة 2-3 2-3 2-3 3 الرشدة، 2 طميح. لعبت كرة وسط الملعب، الكل يريد أن يعزز النتيجة، الكل يريد أن يأمن النتيجة، لكن لا تزال 3 أهداف لصالح الرشدة وهدفين لصالح طميح. هنا الجمهور في هذا الاتجاه، الحاضرين. خطأ صالح فريق الرشدة من وسط الملعب بعيدة، وهنا خطأ لمسة يد. وينهي الحكم المباراة في هذه اللحظات، ينهي الحكم المباراة في هذه اللحظات النتيجة 3-2.